pas faire la rien frac parce que premièrement الطبق هذا واعر خاص فيه خدمه كبيره وزيد ايماجيني دوكا الكر الكر التركي كيف راح يديروا يحبابك راح يديروا يديروا علاش ما يديروش كيف راح يديروا وقال عشان ما طيبه وش بيه انا ندمت اللي قلت لك توت حسن كيف الخياطه والحريق ندمت اللي قلت لك ندمت اللي لا لا بصح تقول لي تقول لي ترى راح تقول راح تقول يا يما على انك ان شاء الله باك ما تضحكش في وجهه نرحبوا بالجمهور الكريم نرحبوا بهم النهار اليوم في حصتكم اللي تعودتوا عليها في هذا الشهر الفضيل اللي هي طيب جزائري رايحين نرحبوا بالمتنافسين وبعد هذا رايحين نشوفوا المفاجأة اللي اخترناها للنهار اليوم نبدأ دائما مع المتنافس الأول أحمد من المغرب مرحبا بك أحمد بك وهلا أهلا أخويا أهلا بك أهلا بك المتنافس الثاني طارق من سوريا تفضل طارق السلام عليكم عليكم السلام إلكر إلكر من تركيا السلام عليكم وعليكم السلام إلكر أهلا وسهلا بك يا إلكر الحمد لله يا سلام ربي معاك إن شاء الله يا إلكر الله يخرجك على خير إن شاء الله يا إلكر آمين يا رب وش عندكم اليوم؟ عندكم طبق جزائري معروف جدا الفكرة راح نعطيها لكم لكن قبل ما نهضروا على الطبق والفكرة نتمنى بأنكم رايحين تشوفوا هذه المفاجأة اللي حضرناها لكم فاجأت انه شيرو التعب يا لطيف وانا ما ناقصنا يعني فوق التعب تعب إلكر تشوكا الله غير بتيبا الطفل هذايا شفت عصبان الله الله كيف بدي نظف كيف بدي دير ما يعرفش هذا التفريد كتير حلو هذا الطبق اللي رايحين تحضروه اليوم انا فضلت نديرو العصبان هذا الدوار احنا نديرو بها طرق متعدده رايحين تفصلوها رايحين تغسلوها رايحين تخيطوها كل واحد يخرج لنا نكهة بلاده في هذا العصبان التحدي اللي اقترحه المايسترو اليوم انو كونديدا واعر بالبزاف اليوم افير عصبان دي توت لي فاسون فسالة والخياطة تاع العصبان تعلمتهم في قسطبينة جدوغ العصبان تعرف تخيط إلكا أخي تهلا بخير معليش إن شاء الله ربي معك أنا ندعي لك شكرا ندعي لك إن شاء الله تسيب روحك اليوم راك واجد إن شاء الله نبدأو بإذن الله مالا وش نديرو ثلاثة اثنين واحد على بركة الله العصبان طبق واعر بالبزاف نقدروا نقولوا بلي نو كونديدا جامي داروا العصبان بصح قبل ما يطيب لازم يتغسل بصح خصت فيها ريحه المزهر اليوم حمد ما عنده حتى مشكل باين مداري يطيب العصبان في المروك السوري راهو يغيد وإلكار راهو مشوكي انا شفت هذا ريحه بعدين كيف بدي نظف كيف بدي ديرها كثير صعب يا ماسترو انت بدك تاكل وسخ هذا ها في راس خروف في لحم كل لحم شو هذا شغلك هذا دينا لحم هذا بدك تاكل ماسترو ما بصير يا ماسترو ما بصير غير ما تشكيش إلكار اليوم حسبنا بالعصبان هدية صاي اخويا يقولك لا فيريتي هذا العصبان خدمته واعرة بالبزاف تطلب جهد تطلب جهد تطلب وري ماركت حاجة تعبك اللي لك حبيت حومة حومة كي تكون كاين عصبان توكل لك حومة مرة تعبك لا 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 ترى لا تعذوك هذولي ما فهمتش تفرتين شكون تفرتين حتى لهنا لرو ماركت ايه دوك هذا يرحم بابك اللي دير تفرتين حتى لهنا وبوانتو وب بالسواق بالسواق هذه رحم بابا قول لها تاك كاين عصبان هذه تقدر تدير لك عصبان هذا شكون فيها هات فيها قول لك نكسرهم قول لك كسرتهم وعلى تحبوا لي الشر يبدا البكا والترعريع فاهم الوغ ناليكو كاين عصبان في الدار إلا كانوا باريكزوم خمسة ولا ستة بنات وكاع واحدة بقلي مسكينة من ناحيتهم
هذيك هي مولة التقراط. الاخرين يقسموا المهام. كاينه وحده باريس ندير غير شليطه. كنت تشوفها كيفاش تغسل هذاك الراس تاع الشلاضه غير هكذا غير هكذا. مالتها باش دير بالك ربعه ولا خمس ورق مع ثلاث حبات زيتون. ايه قادره تقعد ساعه وهي راهي ثما. ومنين داك تحط وحده هكذا فوق الطبيسي وتشوف. سي سافا سي سافا با سي تفيريفي خاطش إذا كاش واحد طاير طيح روح في الدار. الور هذا على كل حال احنا ماشي باش نقيسوا لهم العواطف. لا 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 صح ان شاء الله يعني نتمنوا لهم ان شاء الله ندعوا لهم ندعوا لهم. اه حفرت هم الست ذير كيكون عصبان سيتو في عيد الكبير ولا واش حبيتوا تنحيوا عيد الكبير خاطش على بالكم اوف نقول لك غير العيد الكبير ما كاش قريب هم يحبوا ينحيوه غير على الجلال شت فورتين واش يديروا وعرين عم باك يخبشوا باك. طارق واش راك دير؟ احنا طبعا في سوريا الكرشي منظفها كثير منيح بنغسلها دور دورين بنغسلها كثير مشان الريحه ما تضل فيها بنوب بننقعها بالمي ورد بنشيلها حتى نشم نتاكد ما فيها ريحه. في عالم بتحط خل ابيض بترشها بملح بتفركها في عالم هيك يعني المهم هي اساسا انه تعيب مي سخنه مشان تنظف معك منيح. عادي هي طارق لازم الريحه ما تقعدش. هيا جسوي لحمد المروكي. محمد بن عمي كريثة راهي عندك هنا يا صاحبي الله يعطيك الصبر واش بيه سويلة حي والله غير الامبيونس مع سويلة واك حنا عندنا كي يكون انسان هكذا متخاصم مع انسان واك تقول له والله دوك نتفك ما نتفو الكرشه واليوم عرفت انا كيفاش نتيف تاع الكرشه تاع شوف انا نعطيك راي انا نقيها مليح على خاطرك على بالك البايسترو معياف لازم تتنقى مليح تنقى مليح اللي راك حاب يذوقها واه على بالي سوي لحكا وشغل بينوكيو يا خويا الله يعطيك الصبر اللهم امين ربي معاك واعره اللي طيب واعره يا جماعه واعره انا ما كانش عندي كاع يوديك اكسبيرينس بصح دوك راني نشوف هيا ربي معاك يا احمد بالعقل على الدواره راك نحيت كاع البنا بالتكراطي طارق هاي العافيه الله يسلمك بن عمي يا خويا والله العظيم غير تسمى هادو ماشي طباخين سيدي كاسكادور هذا راه كاسكادور من نيفو لاباس الحمد لله تمام شو اخبارك خير انا وصيك في حاجه تفضل رد بالك المايسترو لازم تكون منقيه مليح اكيد راك تعرف عقليته هو فهمت عليك احكي لك الو تهلا في روحك تكرم عيونك يا ربي معك طارق الله يسلمك يا رب الكار اهلا 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 مصالح راك باصي انا هذه كنت على بالي بها قبل ما انا غير حكاو لي قاعد تخمم عليه قلت كيف راح يفريها مع الدواره هذه ومع هذا هذا مصر بس بخرب بيت انا بس والله والله ما عنده شغل ثاني بس انا الكار عنده نيف صحيح ايوا يا اخويا راك صابر والله غير ان شاء الله هكذا شويه ياسمين اوه والله غير ساسون بون شكرا ريحه الدواره استعجب هات 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 واش رايك؟ اللهم صل على سيدنا محمد 100 عثمان بالياسمين عثمان بالبارفوم يا اخي لا باس والله لا باس عمي هذه كيف راح تدخل في الاستوبات تاع المايسترو ربي يعلم ربي يعلم هذه لازم تنقيها مليح 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 أيوة ولا حبيت ندير لك موديل كيما ماشينا لافي ديرها غير ماشينا لافي و... افضل حاجه وزيد له ماجينه تاع خياطه هكذاك ويا ربي لا خيط الاصبان هذه كي نقاوها حصلوا الو للطياب ومازال الخياطه ذكركم التحدي تاع اليوم هو العصبان احمد المروكي راه يستعمل في واحد لا تكنيك لي حيرت المايسترو بصح واش راه يدير احمد كيفاش راه ينقي فيها راح يخرجها بخيس انا نشوف فيها خلاص ولات بيضه ولات كي الثلج راك تشوف هذيك شغل كي شغل تفكرت كوجاك لا سيري تاع كوجاك تفرها كوجاك تيلي سافالاس هذيك راه تيلي سافالاسها هذاك واش راه يديروا جيب الدواره تفرش عليها الجير تشمخ شويه تاع الجير في الماء وتفرشوا فوق هذيك الدواره تخليها خمس دقائق
تروح تشللها تخرج لك بيضك الجير. دوك شوف العقوبه كيف راح تكون. تخاف ثاني في المستقبل ماشي محل هذه دواره تولي كيما نقولوا احنا قريب فوم مع غبخ. يديروا لها فوم مع غبخ فوبوا دواره باسكو زعما التطور. هاي بدات بالجير. معناتها بنادم يسنى الوخضه للمستقبل. والله خير بالجير. بلا تاخذ راي غدير كاش حمله حبس لنا هذا المهزله خاصها كارثه. دوكا كي تولي العصبان بالجير. باش ينقوا الدواره لو كونديدا كل واحد عنده لا تكنيك تاعو كيما احمد المروكي راه يغسل الدواره في القارص علاه بصح باش يقتل لي ميكروب سيت والو ميكروب كيفاه كي نفو الدواره علاش تنحي النكهه تاع الزفره وكي ديرها في ماء بارد ومن بعد تنظفها وديرها في ماء سخون وديرها القارص زيت ابيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش اخبارك طارق؟ الله بخير لاباس. وينك واصل طارق؟ عم نظيف. ها؟ عم نظيف. معليش لازم تنظف هذه هي الدوارة. حطيت كاع واش كان يا اخي في الدوارة سنا نشوفوا هنا. ايه؟ والباقي وين راح؟ باقي لكم حاطهم بالرف. هذا كاع لازم تكملوا طارق. ولي. ليش ما حرام عليك؟ لا لا خويا ما هذه ما فيها ني الحلال ني الحرام. واش راح دير فيها؟ راح حشية بعد ما نظفها طبعا راح نحط لها رز وبهارات خاصة. هذا الرز قاعد ديرو؟ لا كمية حسب الكمية. ايه هلا بنشوف يعني. وشوية كزبرة طبعا مثل ما شايف هذا برغل راح استعمله بعمل طبق ثاني جنبه تبولي. اه راح ديرو بالتبولي. ايه فكرة تحتاج شي مساعدة؟ سلامتك. سلامتي. الله يبارك فيك. تسلم لي. الله يسلمك. شكرا. ربي معاك طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش أخبارك؟ الحمد لله ماسترو. كيف حالك أنت شلخير؟ كيفك أنت نهار اليوم؟ والله الحمد لله ما مليح اليوم. وش بك؟ شو هذا يا ماسترو؟ ما في لحم عندك؟ ما في لحم. شو هذا؟ أنت كل يوم لحم. كل يوم ما يجينا لحم أنا دارت لحم. لازم كل يوم لحم. لازم لحم. بس لحم. ضروري لحم. شغلنا لحم. مازالك بعيد. إيه مازال دوارتك ما هيش واجدة. الله بحط بالتربو. حط التربو صحة. أيوة. بس بنزين خلاص من ريحة. هادي خلاص. بنزين خلاص من ريحة. لا إسه مازال. يا سعد الفرحي هذا كثير بعيد. بنظف شوية وسخات فيها شحم بزاف. هذه هي العصبان يطلب بزاف وقت ولازم تروح معاه غير بالعقل. كيما احمد المروكي راه ما بونسي في الخدمه وراهو في الوقت بصح المايسترو ماهوش عاجبو الحال. هادشي راح طيبو هكذا بالوسخ ديالو؟ لا ما نطيبش هذا ماشي الشحم خصني كاع ما واش حطيت كاع في الحشو؟ حطيت الرز، جلبانه، ايه؟ حطيت الكبده. بالكبده. ايه راح يطلع ملف فن. ان شاء الله هذا كاع من ذوقك وتابع النصائح ديالك. يلا شكرا الله يعاونك. اللهم امين. برافو احمد، إلا قال لك المايسترو راك مليح، سيك راك مليح. ايه وإلكار؟ حملت أنا وسخ طبعا، شحم وريحة هيك، حملته حطيته بالزبالة تبعه. بعد هرب بسرعة تعال هو تاخذها شو عملت؟ ها حطيت زبالة شوية ما في مشكلة يعني أنا أختنا بالريحة معلش يعني لك أنا ريحة ما بصير يا حبيبي ما بصير كثير ضعيف أنا معلش ضعف منك لك معلش خلينا مرتاح شوية بالشغل يا تعال ما في وقت يا ما بصير شيء لك ما في وقت ما في معلش شو عم تساوي أنت لك معلش آخر مرة ها أيوة استغفر الله العظيم ما بيحمل هو الريحة ضعيف
هيك قال لي زدت لي اياها عندي. يلا تخانقت انا وياه شوي، اول شيء يعني ما يعني بيني وبين نفسي شوي يعني، بس عادي اخذتها بروح رياضيه. معليش طارق ما تديرش على ايكار، راكم تشوفوا في طيب جزائري، والتحدي تاع اليوم هو العصبان. معكم طارق فتحي سيف الدين دلاتي من سوريا، عمري 20 سنة. كثير بحب الطبخ، بحبه كهواية يعني، وعندي نفس كثير بالطبخ، بحب هاي الشغلة. اشتغلت ببعض المطاعم في سوريا بهذا المجال يعني بالأكل وهيك، واشتغلت كطبخ طباخ يعني. طبعا أختي منال هي كانت المشاركة في طيب جزائري اللي تدخل فيه، وصار معها تعب شوي إرهاق، فبقى أنا عوضتها. أنا من صغري بحب المنافسة، بحب التحدي في كرة القدم، في أي شيء، في سباحة بحب أنا أكون الأول، بحب بزعل إذا حدي سبقني. كمال أجسام طبعاً كمان كتير بحبها كتير، وكمان بحب أسمع هيك شوية موسيقى، أسمع أغاني، بحب هيك أعطي شوية أغاني خفيفة يعني ما أكتر. ست الحبايب يا حبيب حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبات، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. طبعا هاي الأغنية بهدية لأمي لست الوالدة. في النهاية رح أقولكم إن شاء الله أنا رح أربح، لأنه أنا الشخص الصغير الأكثر قوة وأكثر حماس، وبقول لهم كلمة خدوا حذركم مني جايكم. طارق السوري راهو يبريباري في الروز، أما المروكي مازالوا عقاب لافارس بيان سور فري حارة. أما إلكار توجور تلفت له بالصح راهو يافونسي في الخدمة. احمد المروكي راح يعطيك الخياطه، وابارامون خاصو نوادر مسكين ماوش يزومي مليح. هذا ما تخافش عليه، عنده ليكسبيريونس في العصبان باين. الحاله راهي ماشيه بصح خاص فيها المايسترو. ايه على كل حال بصح المايسترو لازم يروح يشوف الكار واش راه داير فيها. اون اورجونس الكار. نعم واش اخبارك؟ حياك الله عامل بخير. شو هذا؟ صوص. كيف يعني صوص؟ صوص طبعا بومبار. راك تشوف راهو جاري ولا لا؟ انا بدرت جاري. ليش تعرف؟ خاطر الروز بيشبع المايا بيستوي داخل مليح. انت متاكد من شغلك؟ اورايت معلم. لو بدي مساعده بكلمك انا مصرو. نعم لو بدي مساعده راح كلمك. يعني انت ما بدك انا نمشي. شكرا ما بدي انا يوم. شكرا مصرو. وهذا وش راح تربي؟ هذا برغل بدي صاير لك يوم برغل بالشهرية، بدك تاكل هيك اصبعك كمان دوارة بالبرغل والشهرية. يس متأكد ما بدك مساعدة؟ ما بدي مصطر. شكرا. على حسب الشوفة الكارة موجد لنا مفاجأة. اهو مش كيج اشرح لي. اه نظبط مرحلة بمرحلة. يلا بدنا نحشي. وش طماطم هذه وش دير بيها؟ بحطها مع الصوص. اوكي والكبده؟ ثم الكبده اخر شيء. كيف يعني اخر شيء؟ صوتيه لي مع بصل وكمون وكزبره. بتحطها وحدها مش حتدخل داخل العصبان.
طلع اطيب. اوكي، واش راح دير الان وريلي؟ راح تفصل الدواره؟ احفصلها ايه، بسم الله. بعد ما نظفناها طبعا راح تروح الريحه كلها. شوف هناك، حطها هون احسن لها شوي. عندك فكره كيفاش تقطعها ولا هذه اول مره؟ والله الصراحه انا ما بنظفها، بجيبها جاهزه يعني. لا لا تفصلها وتقطعها وتخيطها، عندك فكرة ولا هذه أول مرة؟ فكرة خفيفة يعني، فكرة أعمل قطعتين أنا، بكفوا قطعتين يعني الدوارة هذه كلها راح يخرجوا غير زوج؟ لا بيطلع أكثر، بس يطلع أعمل تنتين أنا ولا أعمل أكثر؟ ماشي مشكلة، ماشي مشكلة، بنعمل تنتين ثلاثة حسب بعض، لأنه هون شوف شوف إيه انسخبت من هون أنا شطة، فبقى هي راح أحاول. الحشو هو هذا؟ إيه هذا هو الحشو، زيد لي بس بازيلا. بس ماك شو بانه كثرت الرز، احنا نديرو كميه صغيره. بتقلوا رز وتكثروا اللحم، هيك بنعملها. انتوا ما تكثروا الرز؟ بنحب الرز. حتى في الدوارات تكثروا الرز. بنحب الرز. لا على بالي تاكلوا بزاف الرز. بس ما بعرفش بلي حتى في الرز. وفي فيها كثير رز يعني، كربوهيدرات كثير يعني لازم تكون. حتى الدوارة فيها فائده ولا ما فيهاش؟ فيها اكيد. فيها فائده، فيها احط كمان. فيها شغل كبير. دوارة فيها البنه. البنه. حوش فيها، فيها البنه. بس لازم تنظف منيح يطلع. لازم تنظف منيح. لازم لازم، مهم جدا. تريد مساعدة؟ حبيبي، حبيبي لازم. اوكي. الله يبارك فيك. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا مرحبا. كي داير الشريف؟ الحمد لله. بخير. الشريف لاباس عليك. انا نديو نجيبو في الشبكه. بخير. الحمد لله. شفتك تقطع بالحبة تاع الليمون. والليمون تقيس بها، تقيس بها الغمق تاع باش كي تكون تفصل كي تخيط يجي قد لافاكس. يعني هكذا دوكا راح يخرجوا كامل قد حبة الليمون. ماشي كاع، ماشي كاع، كاين اللي تجيبك على بالك هذا الجيب الكبير ديال الدوارة. بصح إلا درتها يعني قست بها سيك لازم يخرجوا كيما حبة الليمون. لا لا، أنا قست الغمق ماشي قست الحجم، الغمق باش نبغي نخيط. حطيت الرز ولا لا؟ حطيت الرز. كمية قليلة. كمية قليلة، ماشي كمية، ماهوش ما يأثرش الرز على الحشوة. شكرا شكرا شكرا، الله يعاون اخويا. شكرا. لحد الآن المروكي 10/10، والسوري والتركي حاصلين مع الخياطة. إيه دجف، أنا ما قدر دخلته، إبري كانت صغيرة علي، كان صعب شوية بداخل إبرة، ضيعت كمان وقت شوية. بخيط بالعادي أنا، بخيط تياب يعني كنزي هيك، نفس الطريقة خيطي. صافا، السوري بدا يلقى روحه، أما إلكار كي تشوفو شغل راهو يخيط في تريكو تبو. أحمد. ما من تبا ما بارس. أنا في رأيي لو كان بلا فرميتوري كلار خير. طالع. لا. بلا فرميتوري كلار. مع المايسترو وحازم معنا. بعد ينتكل غير العثمان من الداخل يعني الحريج، وهذيك تنشر. باش كي نحبوا نديروا عثمان يطلعوا غير ينحوها باك ما. مسطح كي تكون منشورة ويعاود يديروا، خير من الثاني تعاود كرات وخدمة كبيرة يا صاحبي. تجي متعلم صنع عمالة تاع الخياطة. يعطيك الصحة أحمد. عجبتني هكذا كي راك درت زوج حبات برك. دوك نزيد حبة لك فاني الوقت. ياك، ما خاطش بيبي شوف شغل عندها لاطاي تاعي وهذه عندها لاطاي تاع المايسترو. وحدة المايسترو غليظة، وحدة طويلة عليك. أيوا. ها يا ربي يعاونك. طارق. راك تركب. خي تشوف مليح. هنايا تسمى عملية الخياطة مازال ما بداتش. اي والله. وي هنا الحريجة وهنا. هون اي مازال ما درتش الكبدة. بس لا هاي ما راح احطها. غيرت الفكرة. احط الاخر دار الخيط بالج. وهذا خيط بلو. انا بحب اللون الازرق. احنا دمنا ازرق. تسمى كيما نقولوا هنايا. ليك الشبيكة وهنا الفتيلة. أي تبان كي الكاسة. سي كوا الكاسة ديال بابيل؟ يا الكاسة تاع الحمام. هكذاك راهي كي الكاسة بدات. صح يا صاحبي، بيضاء يا منحمي.
تقول ديروا لها لا جافيل بيضه 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 ثلج شاي محلاها. انتو معاك كديروها في سوريا تقريبا بنام بعد شوفوا كيفاش. اكيد لا تعجبك ان شاء الله. امين الله يعاونك طارق. الله يعطيك الله يسلمك. يلكر يا بابا. يا بابا اوه لا ديوالا وحنا يا ابن عمي يوم خربطنا حالنا يا عم صالح. بابا بابا قولوا يا خيات في فيستا تاع كوير. لا انا شايف انها شغل بابر عطينا سكين. وجات شويه هذه جات شويه جاب ربي شغل جاريه. لا لا انا درتها هيك بعد شويه داخل باسر ناشف. وذي راح تخليها هكا. ايوه شغل مسرانيه. ايوه بدك تاكل هيك منقوشه منقوشه كبيره. ها نحن بدير السجق هيك ولا سلسله. سلسله بس تقول له يدير في المجبود يا خاوتي. يا الكر يا الكر. نعم عمي نعم خدمه واعره بزاف كثير. ما كاش حاجه سهله في الدنيا ما في. وبالتعب اللي الانسان يصيب الثمره يعني. يا بابا كيف مهريه هذه؟ ما بها ريه باش بعد تشوفها. لا احنا عندنا سبانيت جي شغل جي صحيحة. ايوه بيلعب بها شوية دانسايا. اخر واحد بحطه يا بابا دير ما من الهيل واقيلا الهيل بالعصبان نشوف الهيل راهو يفلوطي. الهيل راهو يفلوطي تشوف تلاحظ فيها الهيل راهو يفلوطي. بصح دوك لازم تزربوه لازم تزربوه ما بقاش الوقت. يلا يلا هيلكر يلا 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 ما بقاش بزاف الوقت ونو كونديدا مازالهم حاصلين بصح ما كاش واحد راه حاصل كيما إلكار. إلكار واش راك تحوس؟ رشيد وشنو شت كاتاستروف راحت الاولى برا داخل العصبة. دبر راسك إلكار لازم تلقى البرا. ما تقوليش البرا هي في لافارس. قوليش راه يحوس على البرا وما نضلش يسيبها إلا ما عرفش يركب بالخير باش يسيبها يلزم ينوض بكري. عظم الله أجراكم خويا الرشيد. يوم اللي جيت تاكل دوك ماشي الخبز أنايا وكلش أنايا. معليش كل تاع عصبان يا خي دايم الله يا سيدي موت بالصحة والهنا وخلينا نتمتع بهذا المعانيات هذا. أم شوية موراك نحسب خسارة فيا ما حسب لو كان يعني ندير لك هذا المعاناة. هذه هي واش فيها نلحقك نلحقك بالك تا تروح بالبرا وأنا نروح بفاس. عمي عطيني براحتي عم اشتغل فيها ما عندي روح. عطيني على شوية براحتي سلطك يا مجنون كنك انت. خلينا اشتغل روح يلا بعد ما نوات روح لك شخفت ابرة بعد عطيني عطيني شخفت ابرة لا تلزي خلاص لا روح يعطيك احمد روح. احمد كيفك؟ الحمد لله اينا ايبا سمع بيه ها؟ اينا خايب الله 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 نفسي يرسم بو اينا اينا ايبا ريا هاي تشكر ادير عندي كات يا ما تمام جانا تبيرم سنه بيرشير دوستوم ان شاء الله. الكارم عنده الزهر او القالب راه الله غير سلامه المروكي بصح هذا الكار والله غير مشاكس. هيا الكار ما بقاش بزاف الوقت. ايا بصح منو سيري وشنو هادي عصبان ولا عصبان ولا عثمان ولا اذخر. نو كونديدا زادوا في الريتم خاطرش فهموا باللي ما بقاش بزاف الوقت. ماشي ما بقاش كاع الوقت اكيد اخر ما ضمن وقت كثير فلازم نسرع قديش صار في شويه توتر لازم سرعه عشان يكفينا الحال يعني الوقت. ان شاء الله نخلص ان شاء الله باذن الله. حطيت العصبال داخل وتقبته باش تدخل لاكويسون للروز وهذاك الشيء. حطيت الحمص لداخل والكبده اللي قعدت لي ومنا نجرب مع الوقت ومنا ندير بها شي خبيزه هكذا داخل الفرن كما طريقتنا ديال الصحراء. المروكي كي خلاص الوقت زعما حبيت تفنن ولا غير كوراج. شكون من إلكار طارق واحمد راح يخرجوا لنا عصبان كيما راهو حابو المايسترو اوفيسيال ماشي إلكار.
لما عملت الصوص انا جنب المقلة طبعا قليت الصبعون قليتها بزبدة وتوم وحطيت عشان ناخذ نكهة خفيفة بس ما اكثر نكهة. غير بالعقل يا طارق ما تبانيكيش سي نورمال خلاص الوقت. نبدأ نحسب سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد وخلاص. يديك 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 الحمد لله. المغرب هنا نشوفها تحلت. وش بيها تاني؟ تحرقت احمد بقي لا تحرق لك شويه شد غير شويه بك شغل تكاراميليزا بصح على الصوص ما خداش ذوق. لازم أحمد ما يطيحش من العود. قال له ما تحركش تكاراميليزا. وأول خطرة نخاف منها من المايسترو هي اليوم. وخفت خوف تحرقت لك شوية هكذا. لكن المزيج اللي درته تاع البهارات رائع. الحمد لله. وعجبتني التشكيلة اللي درتها الجلبانة كترت فيها الربيع كما تقولون انتم المغاربه الحشيش والمعدنوس. يعطيك الصحه احمد. شكرا احمد. بارك الله فيك احمد. شكرا شكرا. يعطيك الصحه احمد. شوف شوف يضحك من عينو. رايحين نوصلوا دوك. طارق. طارق من سوريا تفضل. تفضل طارق. اسلموا يا طارق. الله يسلمك حبيبي. انت وعدتني بالسلطه ودرت السلطه. اكيد انا ما حبيتش نقول لك عليها لانه خفت الوقت ما يكونش. انت عيوني كمان الاستاذ صالح كمان عيوني. شكرا. الظرافه شت الظرافه. انتم الظراف. الله يعيشك. شكرا. بو هنايا الحاله ماهيش محروقه. شوف هذه كيفاش راهي. اه. وشوف هذه كيفاش راهي. إيه ماشي مخيطها بلا ميمانيير يعني. طارق شو غلفتهم بليكوات ماشي الدوارة بزاف. كانت عنده كونتيتي كبيرة تاع الدوارة. كان قادر يخرج زوج حبات. فهمتني؟ واش رايكم؟ ذوق الكبده كمان السودا. هاي صوتيتها اجنب. السوري حبيت تلفها المايسترو بالكبده. من تموزوز. الو واش رايكم؟ حطيت فيها كمية كبيرة تاع الحار على بالك ولا لا؟ اي حطيت حار، حطيت حار مدقوقة هريسة يعني. حطيت الهريسة درسها وراني نشوف زدت حطيت حار حار أخضر هي نحبها حارة.
انت تحبها حرة؟ انا بحبها حرة. طارق يا حبيبي، درت مجهود كبير نشكرك عليه، بس الحار اللي درته غلب على الذوق تاع الدوارة، وغلب على الذوق تاع البهارات اللي حطيتهم، وغلب على حتى المجهود اللي درته. بينو الحر منيح بس زيادته كمان يعني ما منيحة، ممكن كترت حر مثل ما هي المايسترو. نشكرك جدا على مجهودك. شكرا طارق، شكرا شكرا. دوماج كان قادر يكون بلا بنين، ولكن خسرها بالحار. تحياتنا محمد علي التونسي في الغيبية. الكار جنوب جنوب قال جنوب جنوب قال جنوب بنب قال يورم عبيك وش محتاج جنوب جنوب قال اروح اروح يا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. اهلا بك الكر. اهلا مطر كبير الكر يا الكر. اهلا صلاح. قلت روى مسكوتير تاع العثمان. انا هذه كي كان يطيب فيها كيما كانت هكذاك شغل بنت لي محرحره. شوف سبحان الله العظيم كيف عاودت وقفت وعارف شحال لازم يدير الروز. قلت طيبها في الفريجيدار. ثم خيرت بنت بنتهم صغيره هكا باسكو هذه اليمات بنتها وبنت. صح انا نقول لك حاجه دوك حتى نفتحها ونفيريفي. صح مشارج يا روز. لا لا ما درت عن روز كثير بطنجره. استوت كثير ما كاش ما بحب كبده ولا حب دواره ولا كرشه ما كاش وراه الغرنوق. انا نحوس على البرا. ابره صغير ابره كبدك شوفها كلها صلصه كلها صلصه. نقدر ندوق راشد قال خير. دوق انت الاول. هيا بسم الله قال خير. بالك البراس ويلاح. روز الغرنوق الكرشة الكبدة والله ما على بالي بالراي. الكر نعم ولا الغرنوق وري الكبدة وري الكرشة على بالك الغرنوق وحده كي ينسرق تنقطع اليد. عبر إيماجيني كي زود الكبدة والكرشة وما نزيدوش نستبنوا حتى لي زانكريتيون. 20 سنة ما ينحي عليك حتى واحد الكر. أخونا على كل حال. شكرا. من تركيا أنا محترمك كثير لكن نعطيك سلعة وما تخرجها ماش في القدرة ولا في لكوكوت مينوت إذا صح التعبير عيب. الكر نعم. أنا نشكرك جدا اللي حاولت. نشكرك على المحاولة. هذه ممكن تكون محاولة المرة الأولى لكن أنا متأكد بأنك راح تجربه مرة أخرى وراح تنجح فيه وراح تروج هذه الوصفة في تركيا. بصح الروز هايل. شكرا. الروز هايل جاء يعني محروج الروز ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا. ايوي الكار الروز دارها بيك. ايه فالي بات كتر قلنا عصبال ماشي بايلاي. انفان جاء وقت الحكم النهائي. الحمد لله يا ربي يا راشد خرجت سلامات وراك حي ترزاق وان شاء الله دوك تروح لوليداتك وترياح مع الزوجة تاعك في امان ان شاء الله بربي. الحمد لله هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ما قريك بنادم كتن ما امور ماشي في يده بيفشتك مكسل ورانا نتباكى والناس تنداب وكارثة ويا شوف ودرت عليا حكاية. على كل حال الحمد لله يا ربي ما زالت العمر طويلة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. وذكا وش رأيك في وش ذقنا وش طيبو خوتنا؟ بشكون نبدأو؟ نبدأو بأحمد المغربي. أحمد المغربي اليوم تحرقت له باش نتفاهمو العصبانة كانت محروقة صح البنة كانت بنينة صح دوزنها مليح البهارات بيان. أنا ما عنديش وش نقول. موافقك 100%. أوكي. وطارق
دارها حاره بزاف، دار الحار الداخل ودار الحار من برا. هذاك الحار غلب على كلش. شوف الماكله هذه انذو قابل كما نقولوا حنا، انذو قابل. وكاينه حاجه، كي تطيب حاجه زايده في الحار دوك هذاك الحار راح يغلب كلش، حتى انت الا شقيت وتعبت الا درت ماكله كثرت فيها الفلفل الكحل، هذاك الفلفل الكحل كي تاكله هو اللي يقول لك راني هنا، ما تقدرش ما يخليكش تجبد. انقو واحد اخر، الى هريسه كيف كيف، الى حار كيف كيف، الى عكري كيف كيف، الى كمون كيف كيف، هذا هو اللي لازم الانسان يعرف كيفاش يحرج. بس على كل حال شفنا عنده الدوارة، شفنا كلش بار كلش. وإلكر إلكر أنا ليا ما دارش العصبان اليوم، دار الروز أحمر وداره في شكاير تاع الدوارة. الكلمة الأخرى ترجع لكم أنتم أعزائي المشاهدين، راكم شفتوا بعينيكم أنتم اللي راكم رايحين تصوتوا على أحمد المغربي ولا على طارق من سوريا ولا على إلكر من تركيا. الكلمة الأخيرة ترجع لكم. احنا على كل حال انا كملنا بس ما نطولوش عليكم، نقول لكم غدوة ان شاء الله بربي، لربي يطول لنا العمار. امين امين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بدي اقول للجمهور الكريم والجمهور العزيز اللي عم يشوفنا في شهر رمضان الكريم، بتمنى انه يصوتوا لي، بتمنى انه يصوتوا لي. معكم طارق من سوريا، وانا في المغرب معروف بواحد الاسم ويسموني به، واخيكم كموش، كموش المغربي، وصوتوا عليا واحبابنا ديال الجزائر ديال المغرب ديال الترك، واخيكم هذا كموش وصوتوا علينا. جمهور عزيز انا ما سرقت كبده، ما سرقت شيء، صوتوا لي. شكرا. التصويت راح يكون عبر الاس ام اس. لاحمد من المغرب ارسل 4، لطارق من سوريا ارسل 5، لإلكر من تركيا ارسل 6. الارقام التاليه تحت تصرفكم، والكلمة الأخيرة ليكم.